السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن هذا هو جهازنا، قد تم تفكيك البانل. إذن هذا هو الإطار الحديدي للبانل، هذه هي المسطرة العلوية، وهذه هي المسطرة الجانبية. سنغير مسار التقنية باختبارات جديدة، وهي القياسات الأمية. ولكي نرى المحتوى بشكل أفضل نستعمل هذه العدسة المكبرة كما ترون. إذن كما ترون من الأسفل إلى الأعلى VGL VGH XAO ESP GCK GOE، هذا فيما يخص المسطرة العلوية. نمر الآن إلى المسطرة الجانبية من الأسفل إلى الأعلى. VGL GOE V-POM GSK GSP عفوا GCK VCC VGH. إذن نثبت الكاليبر على وضع الدايود، ثم نقوم باختبار خط ال VGL. خط ال VGL كما قلنا هو التيبي السفلي، تيبي السفلي ها هو. ما تفكري حتى حاجة، خلي شوية فوق، خلي زيد لقدام. هذا سنبحث هنا عن تي بي في جي ال. لا يوجد اي اتصال. ديري لاباري، دوزي هاد لاباري، ارقام ديال لاباري. لا يوجد اي اتصال. بينما مثلا لو قمنا باختبار الخط VGH يوجد اتصال. هنا بعدا في اليوم هاو هاو ديال تحت شويه عند هذه عند هذه يوجد اتصال. شوفي لاباري دابا، دوزي عند لاباري يوجد اتصال. اذا هذا فيما يخص القياسات الاميه. نمر الان الى
التوصيل ديال الكهربائي بالجهاز، القيم المواصل، لمبات البيان مشغلة، نقوم بالضغط على زر التشغيل هوب، ثم نغير وضعية الكابل على وضعية الكاليبر على وضعية قياس الجهود المستمر. وهي الصيبات الجهود المستمرة نضع الإلكترود الثالث بالأوفومتر على نثبت على الإطار الحديدي هذه أرضي الجهاز، ثم نقوم بقياس الجهد في جي ال على المسطرة العلوي، حيث وجدنا حديد ناقص 6، حديد كبح ناقص 6.1 فولت. الجهد VGH 31.6، وقد وجدنا في الجهاز للحلقة الماضية السابقة 32.1 شي حاجة. الجهد فيكم بكم 6.3 فولت، الجهد الإشارة GOE 0.2، GCK 1.2، GSP تقريبا في هذه الوضعية 0 فولت، اكس ا او 2.9، اي في سي سي 5.6 فولت، هذا الجهد، هذه الإشارة جي أو إي بكم 6.3، في جي أش 31.5. إذن في هذه الحالة تم الاتصال، لا أعلم لماذا. أنا لا زلت لم أفعل أي شيء وقد اشتغلت الشاشة بأكملها، ربما تحرك الشاشة وتحرك البلاستيك هو من ساهم في هذه الظاهرة على أي. ما نفعله هو أن نحضر مثل هذه اللفات للسلك نحاسي به عازل دقيق جدا، فهو موجود في أجهزة راديو الكاسيت داخل محرك الميكانيزم. هكذا نفعل، نقوم بتفكيك
هذا الملف ببطء حتى نصل الى الطول المطلوب. ضحاش كدير زيك وراء ايدك ها شاد عليك حتى نصل الى الطول المطلوب. زيد تيبان هاد الخيط تيبان لا سنصل إلى الطول المطلوب. ولكي نصل التبي على المسطرة العلوية اللي هو البي جي ال نصله بالتبي البي جي ال الموجود على المسطرة الجانبية نستعمل هذا النوع من الأسلاك دقيقة جدا وبطلع عازل وممتاز. دائما استعمل فيها مثل هذه الحالات دائما استعمل هذا السلك. المشكلة الوحيدة التي ستواجهنا عند التلحيم هو أننا لا بد وأن نقوم بفعل شيء معين ألا وهو وضع الأسكاوية هنا ثم وضعه هنا لكي نمرر هذا السلك دون أن يتصل بإطار الشاشة دون أن يمر فوق أو تحت الورقة التي تظهر الصورة. هكذا نفعل إذن. رأس رقيق هكذا ثم نمرر السلك الذي تكلمنا عنه من هنا كتشي تندير هكذا إذن شدي لاباري نحط ربي وعاش الدفع
غير اليدين ديالي صافي. ثم نقوم بملء الرؤوس بالتصدير. تي بي بي جي ال على المسطره العلويه نقطه تصدير، ثم نقطه تصدير على البي جي ال على المسطره الجانبيه هكذا، ثم نقوم بالتلحيم. ثرون وجي ال السلك النحاسي دقيق يمر من هنا بعد احداث ممر براس كاويه، ثم يتم اشعاله مباشره كما ترون. إشعاله بالتي بي بي جي ال على المسطرة العلوية. ما الذي فعلناه إذن؟ قد قمنا بتعويض الخط الذي انفصل داخل البانل الذي يمرر الجهد بي جي ال من داخل البانل من هنا، قد قمنا بتعويضه هنا من داخل البانل يمر خط البي جي ال من هنا ثم يخرج الى هذه المسطرة. ما الذي فعلناه هو اننا قمنا بتعويض هذا الخط لا غير. على العموم الذي حدث هو حقيقة، وأنني عندما أردت قياس الجهود ظهرت الشاشة ممتلئة واضحة المعالم، ولكن لتجارب سابقة وأنني دائما لا أثق لأنه عند تجميع الشاشة يرجع العطل.